الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم مساعدة مالية للبرتغال بقيمة 80 مليار يورو على أن تعتمد الحكومة البرتغالية خطة تقشف صارمة. وزراء المالية في دول الاتحاد عبروا عن مخاوفهم من انتقال عدوى العجز المالي إلى إسبانيا نظرا لارتباط اقتصادها بشكل وثيق مع الاقتصاد البرتغالي، لكن وزيرة المالية الإسبانية نفت ذلك. لا أرى أي خطر عدوى، نحن بعيدون عن ذلك تماما. من ناحيته قال وزير المالية السويدي أندرس بورغ في اجتماع المسؤولين الماليين الأوروبيين بالعاصمة المجرية بودابست إن كل دولة عضو قد تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة سواء كانت داخل منطقة اليورو أو خارجها، والإشكالية في حالة البرتغال أن طلب المساعدة جاء متأخرا. في الوقت الذي كان فيه وزراء المالية الأوروبيون يتفاوضون بشان تداعيات الأزمات الاقتصادية على منطقة اليورو، خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع بودابست منددين بسياسات التقشف التي تنادي إليها الحكومة المجرية.